أنا الآن متواجدة في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ميقات أهل مكة والمقيمين فيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحومة الحاجة عائشة عبد الحميد خاسكية من زهدية من الطير المثلث، غفر الله لها ورحمها واسكنها فسيح جناته. أنا الآن في بداية الطواف مع لمناسك العمرة عن المرحومة الحاجة عائشة عبد الحميد خاسكية بن زهدية من الطير المثلث، غفر الله لها ورحمها واسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وذرية خيرا من ذريتها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. بسم الله، الله أكبر. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم أدخلها الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم أدخلها الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oh, my God.